اليوم حنا سعداء جدا مع الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، لأننا كنصادفوا 49 مؤسسة جامعية بالطلاب ديالها في إطار الدوري الكبير للصداقة، واللي هو اليوم عندنا النسخة 18 من هذا الدوري اللي استقطب اليوم واحد ما بين 4500 حتى 5000 طالب، واللي هما كيشاركوا في أنشطة رياضية، أنشطة ثقافية، وكذلك أنشطة فنية، وذلك في البنيات التحتية لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. هذا الدوري كيمكن لهاد الطلاب أنهم يتشاركوا واحد القيم، وكذلك يتواصلوا ما بيناتهم، ويكون واحد توطيد العلاقات وكذلك علاقات الصداقة، ويحسوا بأن عندهم واحد الانتماء كبير، انتماء لمجتمع أكبر لكي أهلهم للمستقبل، واللي فيه تطوير الذات مهم جدا، وذلك بجانب تطوير المهارات التقنية اللي هما كيتوصلوا بها في الجامعات ديالهم. هذا هو أهم نهار في التورنوي، حيت هو اللي كان انفيتيو فيه لازاكول من جميع أنحاء المغرب، كيجيو سو فورم ديال دي زولترا، كيجيو سو فورم ديال دي زيكيب سبورتيف تقريبا كاع لي ديسيبلين، تنس، فوت، باسكيت، فولي، كيجيو حتى دي فيزيتور ماشي ضروري يكونوا داخلين في هاد لي زيكيب هادو، كيجيو كينشطوا شويه مع الانيماسيون، كيجيو كيحضروا لي سواغي اللي كيديروا هنا في لو غران تورنوا داميتي، كيحضروا لي ستاند، كيتفرجوا في لي زيكيب، كيجيو كيشجعوا لي زيكيب ديال لي زيكول ديالهم. À part les compétitions sportives, il y a d'autres jeux qui ne sont pas le contexte. On a fait le laser tag, archery tag, les compétitions e-gaming, de League of Legends, Valorant, FIFA, le PlayStation. كاين دوطخ كومبيتيسيون بحال سكويد جيم اللي هو ستا كونسيبت اوريجينال هنايا اول مره كدير في شيكول، دونك كاين واحد امبو ديال لا كرياتيفيتي بارابور او زوطخ زيفينمون. اللي نقدر نقول هو انه التنظيم كان مزيان، لا من ناحيه الناس اللي كيستقبلوا، لا من ناحيه التلاميذ ديال هاد المؤسسه هذه اللي استقبلونا مزيان. وصراحه باختصار هذا فخر لنا طلبة ديال المعهد، نجيو نمثلوا المعهد ديالنا هنا. حنا شاركنا في الكره، وشاركنا في الباسكت، وشاركنا في لاكورس، وفي الفولي، وفي الباسكت، وهذا ما كان. هو هذا ليفينمون هذا هو اللي بغينا نقولوا اللقاء ديال بزاف ديال لي زيكول دانجينيور، فين نقدروا اننا نتلاقاو ونكبروا لو سيركل ديالنا والريزو ديالنا. واكثر من هذا الشيء، ملي كتكون انت في ليكيب اورغانيزاتريس ديال انت ليفينمون، راه ما كتعلمش حاجه بسيطه، راه كتعلم بزاف ديال الحاجات اللي يعاونوك في الكارير ديالك. وانت ملي غادي تمشي وغادي تدخل في سوق الشغل، راه غادي تكون مطلوب منك انه يكون عندك انت ديال لي سوفت سكيلز. وهاد لي زيفينمون هادو ملي كتنظمهم، راه كتعلم اكزاكتومون هادوك لي سوفت سكيلز اللي تسجون من ناحيه الاورغانيزاسيون، ليدرشيب، بزاف ديال لي سوفت سكيلز اخرين. الاورغانيزاسيون مزيانه، استقبلونا مزيان، لو تيغان صراحه داكشي كان منظم، ما كاين لا صداع لا حتى حاجه، وفي الوقت كلشي في الوقت ديالو، ولومبيونس راه طالعه بزاف صراحه. نتمنوا الامور تبقى غادا هكا مزيان حتى الاخر، وشكرا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.